بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، سمى نفسه بها وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، ووصف نفسه بالسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والمشيئة وغير ذلك. أسماء وصفات ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون من أهل السنة والجماعة ومن الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه، وهي صفات كمال لله، ونفيها عنه نقص في حقه سبحانه وتعالى. فالذي يفقد هذه الصفات في المخلوقين يكون ناقصا، كالأعمى والأخرس الذي لا يتكلم، والأصم الذي لا يسمع، لغير ذلك. الذي يفقد شيئاً من هذه الصفات يعتبر ناقصاً، فكيف بالله سبحانه وتعالى لو لم يتصف بهذه الصفات كان ناقصاً سبحانه وتعالى. لكن أولئك الجهمية ومن تتلمذ على مذهبهم والعياذ بالله نحوا هذا المنحى، فصاروا ينفون أسماء الله وينفون صفاته فراراً منهم بزعمهم من التشبيه، لأن هذه الأسماء والصفات يقولون موجودة للمخلوقين، فلو أثبتناها لله للزم التشبيه، وهذا رد على الله جل وعلا، هذا رد على الله ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم. صاروا يعني معناه أنهم أعلم من الله وأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يليق بالله. فالجهال والأغرار اغتروا بهذا، قالوا إيه هذا قصدهم التنزيه، هذا مقصد حسن. فغروا الجهال والأغمار والذين في قلوبهم زيغ، اغتروا بهذا القول أو هذه المقالة باسم التنزيه، وهي مذهب كفري باطل، لأنه تنقص لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم، فكلامه من صفاته سبحانه الفعلية، يأمر وينهى ويخاطب ملائكته ورسله ويسمعون كلامه، فالله جل وعلا يتكلم، وما زال سبحانه يتكلم إذا شاء. ولهذا رد الله على الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، يعني بعد ما ذهب موسى للموعد الذي وعده الله إياه، بعد ما ذهب للموعد واستخلف أخاه هارون عليه السلام، ابتلوا بشخص يقال له السامري، فكان معهم ذهب حلي ومصاغات استعاروها من آل فرعون، خرجوا بها، فلما غرق فرعون وقومه تحيروا ماذا يفعلون بهذه المصاغات وهذه الحلي الذي استعاروه، فجاءهم هذا الشيطان المارد السامري، أخذ هذه، جمع هذه المصاغات والحلي والذهب، فطهره بالنار وكون منه صورة عجل، تمثال عجل له خوار، يعني يدخل الهواء من جانب ويخرج من جانب ويكون صوت، صوت الهواء في جوفه له خوار مثل خوار الثور. فقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى، ذهب
إلى ربه رجل الموعد وهو موجود معكم، نسي هذا، طعن في موسى عليه السلام أنه راح يبحث ربه وهو موجود، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فانسعوا بذلك والعياذ بالله وعبدوا العجل، اتخذوه إلها. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، أي كون سعروه من آل فرعون عجلا جسدا تمثال، يعني لا روح فيه ولا حياة فيه، جسد، عجلا جسدا له خوار بسبب دخول الهواء فيه من جانب وخروجها من جانب آخر، يكون صوت كأنه صوت الثور له خوار. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. نهاهم هارون عليه السلام قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن اتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. تمره على نبي الله هارون عليه السلام من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. الشاهد في قوله لا يكلمهم فدل على أن الإله لا بد أن يتكلم، لا بد أن يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، إذن ما الفائدة منه؟ الإله اللي ما يتكلم ولا يهدي السبيل ولا يتصرف في عباده، ما الفائدة منه؟ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أن الذي يبرح يتكلم لا يصلح للإلهية. وفي سورة طه، وفي سورة طه ذكر هذا أيضا، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إلى سبيل قولا، إذا خاطبوه ما يرد عليهم، هذا إله، لأنه جماد، لأنه جماد. فدل هذا على أن الكلام صفة كلمهم في الرب سبحانه وتعالى، وأن نفيه عنه نقص، وكيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر الكون وهو لا يتكلم، تعالى لا يعلم عن ذلك. وأثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة، منها قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر الكون منذ بدء الخلق إلى نهايته، من يحصيها كلمات الله سبحانه وتعالى؟ ما تكتبها البحار ولا الأقلام كلها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. والله جل وعلا قال لنبيه في سورة الفتح لما أن الأعراب قالوا للرسول، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعنون مغانم خيبر، لأنهم تخلفوا عن صلح الحديبية، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يوم جاء الشجاع قالوا ذرونا نتبعكم، ويوم الخوف والجهاد وهم جبنا تأخرين، لكن يوم جاء الطمع قالوا خلونا معكم، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا، أن يبدلوا كلام الله، كذلكم قال الله من قبل في منعهم، فلو خرجوا لخالفوا كلام الله سبحانه وتعالى. وفي سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، كلام الله ما هو؟ القرآن، كلام الله هو القرآن، لأن الله تكلم به، والله جل وعلا كلم موسى وسمعه موسى، وسمي موسى عليه السلام كلم الله خاصية له، فالله جل وعلا يتكلم كما يشاء ومتى شاء،
سبحانه وتعالى، وهذا من صفاته الفعلية. وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الآحاد، فالقرآن من آحاد كلام الله ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن من كلام الله، وليس كلام الله محصورا في القرآن، بل القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله ثابت، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله، لأنه صفة كمال ونفيه صفة نقص. لكن الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، بعضهم يقول السمرقندي، المهم ما علينا من بلده، المهم أنه خبيث ظهر على الناس، يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفر، ومن ذلك أنه شككهم في أن الله يتكلم، وقال أن الله لا يتكلم، والكلام الله الموجود هذا مخلوق، خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه. كلام الله من إضافة المخلوق إلى خالق، مثل بيت الله، ناقة الله، هكذا يقول قبحه الله، يقول الله لا يتكلم، وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالقه. هذا مذهبه، هذا من مذهبه، له مذهب الجبر في القدر، وله مذهب نفي الصفات، الأسماء والصفات، وله مذهب أيضا التكذيب بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتكذيب بالقرآن أيضا. فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية، وهذا المذهب منحدر عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الحموية، منحدر عن اليهود. والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب، قبله الجعد بن درهم في عهد الأخاويين، الجعد بن درهم هو الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة، وأخذها عن لبيد بن الأعصم، عن طالوت، أخذها عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن موضعه، من اليهود. فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث إذا عرف مصدره، منتجه من اليهود، دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم. قتله أمير خراسان خالد القسري، قتل الجعد بن درهم خالد القسري يوم العيد كما ذكر ابن القيم، قال: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. نزل من المنبر وذبحه يوم العيد، واعتبره ضحية يضحي بها، تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أخذها عنه الجعد بن درهم، أخذها عنه الجهم ابن صفوان، فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها، ما هو اللي ابتدأها، نسبت إليه الجهمية لأنه هو الذي نشرها ودعا إليها، فسميت باسمه الجهمية. فلهم مذهب خبيث، منه نفي كلام الله سبحانه وتعالى. وكيف يعمل بالآيات اللي فيها كلام الله، قال الله، يقول هذا مخلوق، إضافة المخلوق إلى خالقه، وليس هو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها، هذا كلام قبحه الله. أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا، وغلظوا القول في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا. ولكن معنى الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث، جزئية من هذا المذهب، وهو نفي الكلام عن الله. فالتلفظ بالقرآن، هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق؟
أو غير مخلوق، هذه دسوها على المسلمين أيضا. هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق؟ إن قلت ذلك فأنت جهمي. أو تقول لفظي غير مخلوق؟ إن قلت هذا أيضا فأنت جهمي. إذا ما تقول؟ لابد من التفصيل. تقول لفظي بالقرآن إن كان المراد به الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلا بد من التفصيل. لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا تقل غير مخلوق مطلقا، لا بد من التفصيل. يعني تقول إن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله جل وعلا، وإن أريد باللفظ التلفظ، التلفظ والصوت، فهذا مخلوق. وما كان يجوز البحث في هذا، لكن ألجأوا الناس إلى هذا، وإلا ما كان يجوز أن تدخل نقول اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. لكن لما ذكروه وآثاره لابد من الرد عليه، لابد من الرد عليهم. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين. فإن قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهذا قول الجهمية، وإن قلت لفظي غير مخلوق فهذا أيضا قول الجهمية، لأنهم يقولون أن العبد مجبر وكلامه ذا ما هو الله، هذا كلام الله، فأفعاله هي أفعال الله وهو مجبور عليها. وإن قلت أنا ما علي، أنا ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فأنت أيضا منهم، لأنه لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، لابد من بيان الحق. ما تقول أنا ما علي ولا أدخل في هذا، لابد من رد هذا الباطل. لو كان ما تكلم فيه من الأصل نعم فالدخول فيه لا يجوز، لكن لما تكلم فيه ونشر فلا بد من التفصيل ورد الباطل على أهله وإحقاق الحق، لا بد من هذا. إذن لا تطلق الإثبات ولا النفي ولا تتوقف، بل لا بد من التفصيل. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. أي نعم، لأن هذا يشمل اللفظ والملفوظ. نعم. ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. فهو جهمي أيضا، لأنه ما يجوز له التوقف. هذا لا بد يبين الحق ويرد الباطل. نعم. ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. نعم. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل. نعم، هذا قاله أحمد والبخاري وابن القيم وجمع من الأئمة وصلوا هذا التفصيل. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بفضي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها النواجذ. هذا عندكم في جميع النسخ. نعم، هذا سبق، هذا سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفترق أمته، سبق لنا قرأ أهود. ستفترق أمته على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان كما أنا عليه وأصحابي. دل على أن من خرج عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقاد والعمل والآداب والأخلاق فإنه يكون في النار بحسب مخالفته، إما أن يكون في النار لكفره، وإما أن يكون في النار لبدعته، وإما أن يكون في النار لمعصيته. لكن من كان لكفره هذا يخلد في النار، ومن كان في النار لبدعته أو معصيته التي لا تصل إلى حد الكفر فهذا عليه الوعيد وهو تحت المشيئة كما سبق. نعم. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل. السبب الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال أنهم تدخلوا في شأن ذات الرب، في شأن ذات الرب،
صاروا يبحثون به. ولا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن ذات الرب، بل عليه أن يؤمن بها وبأسمائه وأوصافه ولا يتدخل في الكيفية. الله جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا أحد يحيط بالله عز وجل، هو أعلم بنفسه وبغيره. فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والسنة، ونتوقف عما لم يرد. الجهمية أنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله سبحانه وتعالى، حتى قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنه ولا يسره، إذن يكون معدوما تعالى الله عما يقولون. قالوا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة، ولا إذن يكون جماد، أن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء، يكون صنم مثل الأصنام تعالى الله عن ذلك. نعم. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب جل وعلا فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس. شأننا مع الله جل وعلا أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نتدخل بعقولنا وقياساتنا أبدا، هذا شأن الجهمية. نعم. وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم. نعم، تبعوا القياس الباطل، قياس الباطل، قاسوا الله بخلقه فنفوا أسماءه وصفاته لأنها عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم ولا تشابه بين هذا وهذا. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات المخلوقين. نعم. من أخذ هذا استراح وسار على الجادة الصحيحة. نعم. وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى. نعم، كفروا بالله بسبب هذه المقالات الشنيعة في حق الله جل وعلا. نعم. فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق. نعم، كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته، يقولون هذا مشبه والتشبيه كفر، يقولون. نحن لا نقول، ما هو بتشبيه، هذا الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن نفسه التشبيه وأثبت له السمع والبصر، مع أن السمع والبصر موجودان في الدهزقات، فدل على أنه لا يتشابه هذا مع هذا. نعم. فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. إلى أن قالوا بالتعطيل، وهو جحود الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤول التعطيل. إذا كان ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ليس له إرادة ولا مشيئة، وأيضا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذن ما يكون فيه رب، ما يكون فيه إله يعبد سبحانه وتعالى. إذن آل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل، كتعطيل فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني ما فيه إله. نعم. فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. قال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة. نعم، كافر بمجموع مقالاته هو كافر، لأنه عطل الله جل وعلا، يعني نفى الله عز وجل، نفى الرب. لا شك إن هذا أشد الكفر. هو ما قال ما فيه رب، لكنه قال أقوالا
تعطي أنه ينفي وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث. قد كفرهم 500 عالم من أهل السنة كما قال ابن القيم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 500 عالم من أهل السنة حكموا بكفر الجهمية، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل بمجموع مقالاتهم الكفرية، لأنها تفضي إلى التعطيل كما قال الشيخ، تفضي إلى التعطيل وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. الجهمي كافر ليس من أهل القبلة. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، وهو مطبوع ومحقق ولله الحمد، رد عليهم غير واحد، رد عليهم شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في كتابه الضخم، بيان تلبيس الجهمية، الرد على الرازي في كتابه تأسيس التقديس، وقال رد عليه الشيخ بكتاب اسمه بيان تلبيس الجهمية، ورد عليهم عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، وفي كتابه الرد على بشر المريسي جواب عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، مطبوع. نعم. الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث. نعم، إذا كان كافر فهو حلال الدم، لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام، والكافر حلال الدم. نعم. لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين. لأنه ينكر صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة، وإنما تكفي عنده المعرفة، الإيمان عنده هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل أي شيء، يكفي المعرفة، يكفي معرفته الله بقلبه. هذا تعريف الإيمان عند الجهمية. نعم. وهم أشر أنواع المرجئة. نعم. لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. نعم، لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، بل ولا النطق باللسان ما يراه، ولا الاعتقاد أيضا ما يرى الاعتقاد بالقلب، ولا يرى النطق باللسان جماعة، يرى العمل ما يرى هذه من الإيمان. يكفي المعرفة في قلبه، يكفي أنه عارف بالله في قلبه. نعم. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قالت الجهمية من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه، والتشبيه كفر يقولون. نعم. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة، ولذلك لما تمكنوا في عهد المأمون ماذا صنعوا بالمسلمين؟ قتلوا من العلماء من قتلوا، وعذبوا من عذبوا، ليرغموهم على القول بمذهب الجهمية. نعم. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم. خالفوا من كان قبلهم من المسلمين من بداية الخلق إلى وجودهم، لأن كل ولله الحمد المسلم كل المسلمين أتباع الأنبياء من قديم الزمان، وهم على المذهب بتوحيد الله وإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. كل المسلمين في مختلف القرون والمستور قبل الإسلام. نعم. وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صصلى الله عليه وسلم. امتحنوا الناس، أرادوا أن يلزموا الناس بقولهم، كما في عهد المأمون لما أجبر الناس على القول بخلق القرآن، امتنع الأئمة منهم الإمام أحمد، فقتل من قتل منهم، وعذب الإمام أحمد وغيره
حتى مات وهم في السجن. الإمام أحمد مات المأمون وهو في السجن، بل طلبه في آخر الأمر يذهب به إليه في المشرق من أجل أن يقتله. وذا قال المؤلف أحمد محمولا، وفي الطريق مات المأمون، مات المأمون، لكن ما انتهت القضية، أعادوا الإمام أحمد في السجن في خلافة المعتصم وفي خلافة الواثق، واستمر تعذيبه وضربه رضي الله عنه. نعم. وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. نعم، كلهم مجمعون على أن القرآن كلام الله، ويقول لا، القرآن مخلوق، ومن لم يقل هذا فهو كافر، حلال الدم، ولذلك استباح قتل من امتنع. نعم. وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، لأنهم كما ذكرنا لكم مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة، ولو لم يعمل شيء، ولو لم يتكلم بلسانه، ولو لم يعتقد بقلبه، مجرد المعرفة كافي، وهذا أخس وأخبث مذاهب المرجئة. نعم. وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام. نعم، أضعفوا الإسلام، لا شك أن هذا ابتلاء وامتحان ضعف به الإسلام في وقته. نعم. وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، عطلوا الجهاد في سبيل الله، لأنهم ما يرون تكفير الكفار، ما لأنهم يعرفون الله، الكفار يقولون يعرفون الله، معناه أن فرعون أنه مسلم لأنه يعرف الله بقلبه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعرف الله بقلبه. المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الله بقلوبهم، بل يعبدونه بأنواع من العبادات، فهم يعتقدون أن الله سبحانه هو الرب وأنه يستحق العبادة، لكنهم أشركوا معه غيره بزعمهم أن هذا الغير يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار، خالفوا الآثار من الكتاب والسنة. نعم. وتكلموا بالمنسوخ، نعم، صاروا يأخذون الأدلة المنسوخة ولا يعملون بالناسخ من أجل التضليل، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ومن المتشابه المنسوخ، لأنه لا بد أن الإنسان يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، يعرف العلوم، علوم الاستدلال، ما يصير جاهل بالاستدلال والقواعد ويستدل بأي نص وجده يستدل به دون أن يرى هل هو منسوخ أو أنه مخصص أو مقيد، ما ينظرون إلى هذا لأجل الزيغ، لأجل إغلال الناس، ويقولون نحن نستدل بالقرآن، ويأخذون بالمتشابه، يقولون نحن نستدل بالقرآن، ما الذين يستدلوا بالقرآن؟ القرآن ما يستدل به من أخذه جميعه، أما من أخذ بعضه وترك البعض الآخر فهذا كافر بالبعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي لا يجمع بين المحكم والمتشابه هذا يأخذ ببعض القرآن، ببعض الكتاب، ويترك بعضه. ولذلك قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، وش كل؟ يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه، لكن هذا يحتاج إلى عالم، ما يجوز أن يدخل فيه متعالم أو زائغ يريد التضليل، فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين: إما زائغ يريد التضليل مثل الجهمية، وإما متعالم لا يدري يقول على الله بغير علم. نعم. وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس، لذلك رد عليهم أحمد في كتابه الرد على الجهمية
جاء على النصوص التي استدلوا بها وأبطل رأيهم فيها، وبين وجه الصحة في الصحيح فيها، بين الوجه الصحيح فيها وجمع بين الآيات وبين الأحاديث. نعم. وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس بأديانهم. بلا شك إن هذا بلبلة للأفكار، ولا يجوز أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما العقائد إلا من هو راسخ في العلم. لا يجوز يتكلم فيها أنصاف المتعلمين أو المتعالمين فضلاً عن أهل الزيغ والضلال. نعم. فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم. نعم، اختصموا في ربهم والعياذ بالله، أحدثوا الجدل، أحدثوا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المؤمن لا يجادل في آيات الله بل يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله وأنها خير وهدى، أما الذي توقف فيها ويتشكك هذا مجادل في كلام الله عز وجل. نعم. واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر. نعم، هذا ماشي على مذهبهم، أنه يصير مؤمن ولا يلزم أنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولا يؤدي الأعمال، لأنه مجرد أنه عارف بقلبه هذا يكفي. نعم. وقالوا ليس هناك عذاب قبر. ليس هناك عذاب قبر، لأن كل الناس مسلمين، كلهم يعرفون الله، فلا وليس هناك معصية وطاعة، مجرد المعرفة يكفي، فالذين في القبور كلهم يعرفون الله، إذن لا يعذبون. شوف المذهب الخبيث. وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة. نعم، كل أمور الغيب أنكروها لأنهم يعتمدون على عقولهم فقط. نعم. ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا. نعم، الجنة والنار لم يخلق الآن، مع أن الله أخبر أنهما مخلوقتان الآن، قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت، هذا يدل على أنها معدة وموجودة، وقال في النار أعدت للكافرين، دل على. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، دل على أنها موجودة. وكذلك لها نفسان، النار لها نفسان، نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنكروا كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة لأنه يخالف رأيهم ومعتقدهم. نعم. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. نعم، من كفرهم من أهل السنة والجماعة فإنه كفرهم لمجموعة ذلك المقالات الخبيثة، لأنها تنتهي إلى أنه ليس هناك دين. نعم. لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، كما سبق أنه من استدل ببعض القرآن وترك البعض الآخر الذي يتعلق به فقد آمن ببعض الكتاب وترك بعضه، فالذي يستدل بالمتشابه ويترك المحكم هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. نعم. ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، كذلك السنة فيها محكم وفيها متشابه، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها محكم ومتشابه، فمن أخذ المتشابه من السنة وترك المحكم فقد رد السنة كلها. نعم. وهو كافر بالله العظيم. نعم، هذه هي النتيجة والعياذ بالله، لأن الذي يؤمن بالله يقول آمنا به كل من عند ربنا،
أما صاحب الزيغ فإنما يأخذ المتشابه لأنه يستصلح له، وأما المحكم هذا ما يصلح له، يرد عليه ما يبيه له. هذه طريقة أهل الأهوى دائما، ما هي خاصة بالجهمية لكن مصدرها من الجهمية، لكن أهل الأهوى جميعا في أي سنة هذه طريقتهم، يأخذون من الأدلة ما يوافق رغبتهم ويتركون ما يخالف رغبتهم. نعم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك. نعم، يشير إلى عهد المأمون، عهد المأمون عفى الله عنا وعنه، غرروا به وخدعوه. نعم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك. يعني تسلطوا في عهد المأمون على أهل السنة والجماعة، ابتلاء وامتحان، هذه نتيجة البطانة الخبيثة، نتيجة البطانة الخبيثة. فيجب على المسلم سواء كان من ولاة الأمور أو من غير ولاة الأمور، يجب عليها لا يفرح إلا بطانة صالحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا. فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة، لا سيما ولاة الأمور. انظروا ماذا أحدثت البطانة السيئة للمأمون، مع ذكائه وأصالته وأنه من بني هاشم، وأنه مع هذا غرروا به بسبب البطانة السيئة. وانظروا ماذا فعل البطانة السيئة في آخر بني العباس ابن العلقمي والطوسي، ماذا فعلوا بالخليفة العباسي؟ جروا عليه التتار من المشرق، جابوهم وافتحوا لهم الطريق ويسروا لهم السبل حتى قضوا على بغداد وعلى بلاد المسلمين، وقتلوا المقاتل العظيمة وحرقوا الكتب ووضعوها في النهر في دجلة والفرات حتى تغيرت. يظنون أنهم قضوا على الإسلام، لكن الإسلام بيد الله، ما يقضى عليه. الإسلام دين الله، ما يقضى عليه، يقيض الله له من يقوم به. نعم. فدرس علم السنة والجماعة وأوهن، درس يعني اندثر، الدروس يعني الاندثار. نعم. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، أضعفوهما، يعني أضعفوا علم الكتاب والسنة، وصار العلم عندهم علم الجدل وعلم الكلام وعلم المنطق. نعم. فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها. نعم، وتركوا السنة واشتغلوا بالبدع وإظهار البدع. نعم. والدعجلها. نعم. فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم. نعم. فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب. نعم، استغلوا المجالس والمدارس والتجمعات، فصاروا يظهرون آراءهم فيها وينشرونها. نعم. وهكذا أهل الشر إذا مكن لهم، إذا مكن لأهل الشر وأهل البدع والخرافات وأهل الإلحاد، فإنهم لا يعلون جهدا من القضاء على الإسلام. نعم. فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب، يعني ألفوا فيها كتب الجهمية والمعتزلة. نعم. وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، أقنعوا كثيرا من الناس الذين لم يتمكنوا من العلم، اقتنعوا برأيهم فاتبعوهم، لأن الفتن إذا جاءت قل من ينجو منها، لكن من الناس من يتأثر بها تأثرا كثيرا، ومنهم من يتأثر تأثرا دون ذلك، ومنهم من يسلم منها، ولكن بعد البدع والامتحان. نعم. وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، أي نعم، أقنعوا الناس بمذهبهم وأغروهم بالمال، هم تارة يجون بالتهديد والقتل والضرب والحبس، وتارة يأتون بالترغيب بالمال والوظائف
والمستقبل المشرق يقولون، حتى يغر الناس على ترك دينهم. فالجاهل وصاحب الطمع يبيع دينه بدنياه والعياذ بالله. نعم. وأطمع الناس وطلبوا لهم الرياسة فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. لم ينج منها إلا من تمسك بالكتاب والسنة وصبر، صبر على ما يصيبه مثل الإمام أحمد، أو قتل وهو متمسك بالكتاب والسنة، هذا نجا. أما اللي طاوعهم ومشى معهم هذا هلك معهم. نعم. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، يعني من الناس من انحرف عن دينه، ومنهم من لم ينحرف عن دينه لكنه تأثر، حصل عنده تشكك في بعض الأمور، لأن مجالستهم لا تأتي بخير. لا تقول أنا والله متمكن وأنا عارف ولا يضرن، أبا أستمع لهم واجلس معهم، من أنت معصوم يا أخي، ابتعد عنهم، ابتعد عنهم. إلا إذا ابتليت بهم فإنك حينئذ تنصر الحق وتظهر الحق وتقمع الباطل. نعم. أما إذا حصلت لك العافية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالإنسان إذا كان معافى منهم يبعد عنهم، إذا كان إنه مبتلى بالجلوس معهم أو أرغم على الجلوس معهم ومناظرتهم فإنه لا بد أن يثبت على الحق ويقاوم ما معهم من الباطل. نعم. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق. لا يسلم مما يصيب شيء كثير وينحرف، أو شيء من الانحراف، أو على الأقل يصير عنده نوع تشكك في بعض الأمور. نعم. أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم على حق أو على باطل فصار شاكا. لا سيما وأن عندهم حجج مزورة وعندهم بلاغة وفصاحة وقوة في الكلام، فهم يحتاجون إلى عالم ثابت يقاومهم ويرد عليهم، مثل الإمام أحمد، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل الأئمة الذين قاموا في وجوههم وكسروهم. نعم. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. يعني استمر هذا الأمر في عهد المأمون وعهد المعتصم، عهد أخيه المعتصم، وعهد الواثق ابن محمد ابن هارون الرشيد، عمه المأمون محمد ابن هارون الرشيد ابنه الواثق، تولى بعد عمه المعتصم، واستمر المحنة في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق. فلما هلك الواثق بويع المتوكل، أو بويع المتوكل أبو جعفر، أو جعفر بن محمد المتوكل، فنصر السنة ورفع المحنة عن أهل العلم، وجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وعزز الإمام أحمد وأكرمه. نعم. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، متوكل على الله، هذا لقبه المتوكل على الله، أما اسمه فهو جعفر بن محمد ابن هارون الرشيد. نعم. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا. طالت ألسنة يعني أهل السنة، يعني قووا على الكلام، اشتدوا على بالكلام على أهل البدع، انعكس الأمر. بالأول الألسنة لأهل البدع، الآن دارت الدائرة عليهم فصار الكلام لأهل السنة على عهد المتوكل. نعم. وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. ولكن الباطل لا يقاوم الحق أبدا، وإن كان الذي على الباطل كثيرون
أو كثيرين فإنهم لا يقاومون الحق ولو كان الذي عليه قليلين. لو كان الذي عليه قليلين الذين على الحق لا يغلبهم أهل الباطل ولا يعانوا كثيرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الإمام أحمد فرد واحد، وشوف وش عمل بوجه الزحف الملحد، ثبت بنفسه وحده حتى أعز الله به السنة، ولذلك يسمى إمام أهل السنة. نعم. والرسم والبدع وأهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. نعم، هو ما انقطع الشر، حكمة الله جل وعلا الشر ما هو بينتهي، يبقى الخير والشر للابتلاء والامتحان، لكن أحيانا ينتصر الحق ويظهر، وأحيانا ينتصر يظهر الباطل، ولكن ظهور الباطل لا يستمر. أما الحق فإنه وإن حصل عليه ما حصل فإنه يعود بإذن الله، والله جل وعلا يقول والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والدين منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. نعم. والرسم والبدع وأهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليه لا مانع يمنعهم، لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. واعلم أنه لم تجئ زندقة إلا من الهمج والرعاع وأتباع كل ناعق. الزندقة هي إظهار النفاق، هي النفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذه الزندقة. الزنادقة هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين في صدر الإسلام، صاروا في الأخير يسمون الزنادقة، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعيشون بين الناس، وإذا سنحت لهم فرصة ظهر شرهم وكشرت أنيابهم ضد الحق وأهله. نعم، كما هو موجود في زماننا الآن. نعم. واعلم أنه لم تجئ زندقة إلا من الهمج الرعاع وأتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. نعم، يعني دهماء الناس مثل الرعاع يتبعون كل ناعق، ما يدرون وين يتجهون. أما أهل العلم والرسوخ والثبات فإنهم يتبعون الحق. نعم. فلا تغتر بالكثرة، كثرة أهل الشر لا تغتر بهذا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بمن على الحق ولو كان قليلا. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم. فمن كان هكذا فلا دين له. نعم، الذي يتذبذب هذا ليس له دين، هذا منافق. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمذبذب هذا ليس له دين. نعم. فمن كان هكذا فلا دين له، قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هم لو اختلفوا عن جهل تهون المصيبة، لكن اختلفوا والعلم موجود لأهوائهم، لأنهم اتبعوا أهواءهم فاختلفوا، ولو اتبعوا الحق لاتفقوا واجتمعوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كان مخالفة الحق عن جهل فهذه يرجى أنها تزول، أما إذا كانت عن علم هذا صعب زوالها، لأن ما ترك الحق لأنه يجهل، إنما تركه لهواه. والله جل وعلا يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل منه، أشد ضلال. نعم. قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بني إسرائيل ما اختلفوا عن جهل وإنما اختلفوا عن هوى، وكذلك من شابههم من هذه الأمة. نعم. وهم علماء السوء أصحاب الطمع في كل زمان. نعم. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: بعضهم يقول يا صاحب الفضيلة لا تجعلوا مسألة كلام الله فاصلا بينكم وبين المسلمين، وما فعله الإمام أحمد هو مبالغة، فما الرد على أمثال هؤلاء؟ لا يعتبر رأيهم ولا كلامهم هؤلاء، لأنهم إما أهل ضلال وإما أهل جهل أو متأثرين بأهل الضلال، فلا عبرة بكلامهم، هذا هذيان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصحوننا يا شيخنا بحفظ النونية كاملة أو جزء منها؟ يا أخوان، أنا قلت لكم كم مرة، ما هو المقصود الحفظ فقط، المقصود القراءة على أهل العلم، تحفظ وتقرأ على العالم ويشرح لك، هذا المقصود، تجمع بين الحفظ والفهم، ما هو فهمك أنت، تتلقى هذا عن العالم اللي يوضح لك هذه الأشياء. فإذا تيسر لك عالم تحفظ عليه النونية أو غيرها شيء طيب، أما مجرد حفظ فقط من غير فهم تلقي عن أهل العلم ما يفيدك شيء، هذا تعب بلا فائدة. النونية مطبوعة الحمد لله ومشكلة أيضا، إذا حفظتها أنت من غير فهم الكتاب أحسن منك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذا القول ثابت عن السلف، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري؟ هذا صح. نعم، الكلام كلام الباري والصوت الذي يؤدى به هو كلام القاري، هذا معنى قول أهل السنة والجماعة، الملفوظ به كلام الله واللفظ هذا فعل المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة من قال إن البخاري رحمه الله اختار السكوت في مسألة القول بخلق القرآن؟ هذا كذب، البخاري امتحن في هذا، لما قال مقالة الإمام أحمد امتحنوه بعض أهل وقته وهجروه، حصل عليه ما حصل كما هو معروف في تاريخه وسيرته رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في بعض التفاسير قول المفسر إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات، فما حكم هذا القول؟ أهو قول الجهمية؟ نعم، هو نفس قول الجهمية، هذا يدل على أنه يرى أن القرآن مخلوق وأنه ظاهرة كونية مثل السماوات والأرض، هذا قول الجهمية تماما، لكن قد يكون قائله جاهلا لا يدري، قد يكون أنه جاهل ما يدري أن هذا قول الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الصوفية أخذوا عقيدتهم من الجهمية؟ لا، الصوفية أخذوا عقيدتهم عن الأصل، أن التصوف معناه الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة والتشدد في العبادة، هذا مبداها، ثم تطورت ودخل فيها ملاحدة حتى آلت إلى وحدة الوجود، والسبب في هذا الجهل، أنهم جهال، لأن الصوفية كما تعلمون ما يرون طلب العلم، يقولون لا تعلموا، لأن العلم يشغلكم عن العبادة، طلب العلم يشغلكم عن العبادة وعن ذكر الله، تفرغوا للعبادة والذكر، ويبي يجيكم العلم من الله جل وعلا، إلهام من الله، يقول لهم الشيطان كذب، يزهدون بطلب العلم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المرجئة داخلة تحت الجهمية؟ الجهمية من فرق المرجئة، لكنها أشدها، أشد المرجئة هم الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بقولكم مرجئة العصر، ومن هم وما هي أوصافهم؟ يا أخي، جاوبت على هذا في درس سابق، وقلت أنت تعرفهم وتدري منهم، لكن تبين تكلم بشيء هم تروح تنقله تقول قال فلان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقول بعض الناس إن مذهب الجهمية الآن قد انقرض ولا يوجد في هذا العصر منهم أحد، فهل هذا القول صحيح؟ وش أدريه أن الجهمية انقرضوا، ويعرف الجهمية ويعرف مذهبهم تعرف أنهم انقرضوا، الجهمية موجودون وكتبهم موجودة وأتباعهم موجودون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من له الحق يا صاحب الفضيلة في تفسيق الناس وتكفيرهم؟ هذا عند أهل العلم وأهل البصيرة،
الذين يعرفون من ينطبق عليه الكفر ومن ينطبق عليه الفسق ومن تنطبق عليه البدعة. هذا من اختصاص أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صفة الكلام لله صفة ذاتية أو فعلية، أو هي ذاتية فعلية؟ ما هذا التكلف؟ حسبك أن تقول: كلام الله سبحانه وتعالى من صفات أفعاله، من صفات أفعاله. فالكلام من صفة الأفعال التي يفعلها متى شاء سبحانه وكيف شاء، ولا لك دخل في هذا التشدد وهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: كيف يكفر الجهمية الجهمية أهل السنة؟ لا لا، العكس. إيش الكلام هذا؟ الظاهر أنه العكس. كيف يكفر الجهمية أهل السنة مع أن الجهمية يعرفون الله؟ نقول: ما هو المقصود مجرد المعرفة؟ إبليس يعرف الله، قال ربي بما أغويتني. إبليس يعرف الله، فرعون يعرف الله، ما يكفي المعرفة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم بأن الجهمية كفروا بمجموع هذه الأمور التي اعتقدوها، فهل نفهم من هذا يا صاحب الفضيلة أنه لا يكفر منهم إلا من اجتمعت فيه هذه الأمور؟ نعم. وما إذا كان فيه بعضها ما يقال جهم، يقال فيه تجهم، فيه شيء من التجهم والجهمية. هي إن كان هذا الذي يقول به يكفره، يكفره ولو كان بعض، مثل القول بخلق القرآن، هذا كفر. يعني مقالات الجهمية منها ما هو كفر صريح، ومنها ما هو دون ذلك. فليس كل من كان فيه شيء من مذهب الجهمية يكون كافرا، إلا إذا كان هذا الذي عنده يقتضي الكفر إنه يكفر. لكن من اجتمعت فيه مقالات الجهمية هذا لا شك في كفره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من يرد حديث افترقت اليهود على 71 فرقة الحديث ويحاول تضعيفه والتشكيك في صحته، هل فيه شبهة من الجهمية وأهل الأهواء؟ هذا قد يكون جاهل ومتعالم ويريد أنه يتكلم في أحاديث الرسول وهو لا يحسن ولا يتقن هذا، فهذا لا يجوز له أن يدخل في هذا الأمر، يصحح ويضعف ويحسن بالأحاديث وهو ليس عنده أهلية لهذا الأمر. حديث الافتراق هذا مروي عدة طرق تقتضي بمجموعها صحة هذا الحديث ومتابعاتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المعتزلة جهمية في الأسماء والصفات، خوارج في الإيمان والإمامة، قدرية في القدر؟ بحسب ما عندهم، بحسب ما عندهم. عندهم تجهم وعندهم قدر وعندهم حسب ما عندهم. وهم تلاميذ الجهمية، المعتزلة تلاميذ الجهمية، كذلك الأشاعرة والماتريدية عندهم من مذهب الجهمية، مقل ومستكثر، لكن الأصل في الضلال هو مذهب الجهمية، تفرعت عنه هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الرسم في قول المؤلف: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها؟ الرسوم يعني الآثار، الرسوم معناها الآثار. وفي الحديث: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسم، يعني كتابته، كتابته في المصاحف ولا يعمل به. نعم. والرسوم هي العادات، الرسوم عندهم معناها العادات والتقاليد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الإيمان عند الجهمية، وما مذهبهم في الإمام في الصلاة؟ سبحان الله، أنا ما كررت هذا وقلت مذهبهم في الإيمان إنه المعرفة فقط، المعرفة بالقلب، ولو لم يعمل شيئا، ولو لم يتكلم ولم ينطق بالشهادتين يعتبر مؤمن عندهم، لأنه يعرف بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول السلف رحمهم الله: من تتبع الرخص فقد تزندق؟ هل يعني هذا أنه يكون منافق؟ لأنه يتبع هواه. إيه نعم، أشد من المنافق،
لأنه يخرج من الدين، يبي يأخذ بكل رخصة قال بها عالم وزلة قال بها عالم ويترك الصحيح، ما شك أنه يصير زنديق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يحصل أثناء الدروس فوائد عظيمة أسمعها منكم صاحب الفضيلة وهي غير معروفة عند بعض الناس، فأقوم في بعض الاجتماعات بنقلها عنكم، مثل رؤية الله في المنام لمن تأهل لذلك بالإيمان، ومثل قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنها تجزئ عن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، فهل في هذا بأس؟ أنا ما قلت إن الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد تجزئ عن الصلاة الإبراهيمية، هذه علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلا بد منها، كل لا بد منها. نعم. وأما أنك تقول عني أنه قال كذا، أنا ما أسمح بهذا، إذا أردت أنك عطهم الشريط كاملا يسمعونه كامل من صوتي، أما إن كنت تنقل لهم من كلامي فأنا ما أسمح بهذا، لأن قد تخطي في النقل أو تنقص من النقل شيء، فإذا كن عندك احتساب وتريد نفع الناس وزع الأشرطة يا أخي بكاملها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نرجو منكم يا شيخنا توجيه نصيحة لطلاب العلم المبتدئين بأن يتركوا الرد على المخالف لأهل العلم والتفرغ للعلم الشرعي حتى يتبين لهم الحق من الباطل. هذا أنا نعم قلته وكررته، أنت ما يرد على أهل المخالفات إلا أهل العلم، لأن هم اللي يعرفون الصحيح من السقيم، ويعرفون كيف يردون والطريقة التي يردون بها، ما يرد إلا أهل العلم. أما طلبة العلم المبتدئين فعليهم أنهم يبلغون أهل العلم عن ما يلاحظون، يبلغون أهل العلم ينظرون فيها هل يستحق الرد أو لا يستحق الرد، أما هم لا يردونه ما بعد تمكنوا من العلم، عليهم أن يقبلوا على طلب العلم أولا، لكن إذا استنكروا شيئا يرفعونه لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بعض الناس يجالسون أهل البدع والأحزاب والجماعات المخالفة ويستمر معهم السنين الطوال، وإذا قيل لهم لا تجالسوهم قال هذا من باب الدعوة لكي أرجعهم إلى الحق، فما حكم هذا العمل؟ أول شيء الحكم بأنهم مبتدعة يحتاج إلى علماء، لأن بعض الإخوان يبدع الناس وهم ما عندهم معرفة، كل من خالفه قال أنت مبتدع، فإذا ثبت أنهم مبتدعة فإن كان عندك علم، أنت عندك علم وكان جلوسك معهم تملحة لأجل أن تدعوهم إلى الله بشرطين: أولاً يكون عندك علم، ثانياً أن ترى أنه لك تأثير عليهم فأن تجلس معهم، هذا من الدعوة إلى الله. أما يا أخي إذا كان ما عندك علم أو عندك علم لكن ما ينفع فيهم شيء ويعاندون، هؤلاء لا تجلس معهم لأنهم لا يريدون الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الخروج مع جماعة الدعوة للدعوة في بلاد الكفار؟ اللي يدعو إلى الله يجد مجال ويدعو إلى الله في أي مكان بدون أنه يرتبط بجماعات أو تنظيم، إذا صار عنده علم، إذا صار عنده علم فهو يدعو إلى الله بمفرده بدون أنه ينتبط مع جماعات وتنظيم، لأن هذه أشياء يدخلها بعض الأمور، بعض المناهج كما تعلمون، فهو يدعو إلى الله ولا يكون مرتبطا بأحد، ولا يحتاج خروج ولا دخول، يدعو إلى الله في أي مكان يسنح له الفرصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نسمع ونقرأ في هذه الأيام الكثير ممن يدعون إلى ما يسمى إلى حقوق المرأة، ويدعون إلى الاختلاط في الأسواق وقيادة السيارة وفي الملاعب الرياضية وغيرها، السؤال يا صاحب الفضيلة: ما واجبنا تجاه ذلك؟ نحن الغيورون عند الدين، وهل هؤلاء من الدعاة الذين على أبواب جهنم فنحذرهم؟ كما قلت قريبا، إن كان عندك علم في أخطاء هؤلاء فرد عليهم، عليك الرد عليهم على أفكارهم في خطب الجمعة، في المحاضرات، في المقالات اللي تكتب وتنشر، في المؤلفات إذا كان عندك استطاعة. أما إذا كان ما عندك علم
فعليك أن تبلغ أهل العلم عما يقولون وما يلاحظ عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله عن الجهمية وعطلوا الجهاد، وفي هذا الزمان أهانوا القرآن وأهانوا الرسول صلى الله عليه وسلم واحتلوا بيت المقدس وبعض بلاد المسلمين، فهل فعلهم هذا يوجب إعلان الجهاد عليهم من قبل حكام المسلمين؟ الجهاد لا يكون إلا بشرطين. أولاً الجهاد الطلب، يعني أولاً أن يكون تحت راية من ولي الأمر، لكن ولي الأمر. الأمر الثاني أن يكون بالمسلمين استطاعة، أن يكون بالمسلمين استطاعة للقتال، لا بد من هذين الأمرين، أن يكون هناك استطاعة لقتالهم. الأمر الثاني أن يكون هذا بأمر ولي أمر المسلمين، تحت راية يعقدها الإمام للجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.